منخفض جوي من الدرجة الثانية متوقع أن يؤثر على المملكة بمشيئة الله تعالى أيام الأحد والاثنين. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب تشير إلى تواجد كميات كبيرة من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مرافقة لمنخفض جوي يتوقع أن يتحرك بالقرب من المنطقة ويؤثر على المملكة خلال أيام الأحد والاثنين، وبالتالي هذه الحزم من السحب والغيوم الممطرة يتوقع أن تتحرك باتجاه المملكة بمشيئة الله تعالى. توقعات الهطولات المطرية بحسب النماذج الحاسوبية وتفاصيل المنخفض الجوي سأستعرضها معكم الآن. إذن هذا المنخفض الجوي مصنف هنا في مركز طقس العرب من الدرجة الثانية أي الدرجة الاعتيادية، كميات من الأمطار تتراوح بين 10 إلى 30 ملم متوقعة، سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم بالساعة. يستمر تأثير هذا المنخفض الجوي حتى مساء يوم الاثنين، لكنه متبوع بانخفاض كبير على درجات الحرارة وموجة من الانجماد والجليد متوقعة ليلة الاثنين الثلاثاء. زخات ثلجية مرتقبة فوق القمم المرتفعات الجبلية العالية أبان تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي. توقعات النماذج الحاسوبية للهطولات المطرية، إذن أجواء مستقرة خلال ساعات نهار يوم الأحد، لكن بعد العصر يتوقع بدء هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في المنطقة الشمالية من المملكة. بعض من هذه الأمطار تكون الزخات بها غزيرة أيضا مترافقة مع تساقط الزخات من البرد في ذات الوقت. تمتد هذه الأمطار نحو المناطق الوسطى مع ساعات الأخيرة من النهار والمساء الأولى، وتصل ثم بعد ذلك إلى كل من الكرك والطفيلة وإربد مع ساعات الليل. زخات من الثلوج مرتقبة في ساعات الليل فوق جبال الطفيلة العالية، وزخات مخلوطة بالأمطار والثلوج في قمم المرتفعات الشمالية والوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى، والأجواء باردة أيضا للغاية. تتجدد فرص الأمطار من جديد كما نلاحظ يوم الاثنين في المنطقتين الشمالية والوسطى على وجه التحديد، تكون هذه الأمطار ما بين حين والآخر. زخات من البرد أيضا مرتقبة، وتكون أيضا أمطار مخلوطة بالثلوج أو زخات ثلجية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى. تتراجع فرص الأمطار بشكل واضح اعتبارا من ساعات ما بعد عصر يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ليلة الاثنين على الثلاثاء بشكل سيؤدي لتشكل الانجماد والصقيع في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية هذه ليلة في العاصمة عمان أجواء باردة للغاية، درجة حرارة صغرى درجتين مئويتين هي أفضل حالة مما كانت عليه خلال ليالي الأيام الماضية، ولكن تبقى الأجواء باردة، درجة الحرارة الملموسة درجة مئوية واحدة تحت الصفر. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى في مدن ومحافظات المملكة ليوم الأحد. نبدأها من إربد شمالا من 12 إلى 5، كل من عجلون وجرش من 11 إلى 5 درجات، ومفرق من 11 إلى درجتين مئويتين. المناطق الوسطى في عمان من 10 إلى 3، مادبة 11 إلى 3، البحر الميت من 19 إلى 12، البلقاء من 10 إلى 4، وفي الزرقاء من 11 إلى 4 درجات مئوية. جنوبا في الكرك من 11 إلى 4، الطفيلة 10 إلى 3، الشرع من 8 إلى 1، معان من 9 إلى 3، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 11 درجة مئوية. في المناطق الشرقية تكون في رويشن 14 إلى 0 مع أجواء مغبرة بسبب الرياح النشطة، الصفاوي من 13 إلى ناقص 1، وفي الأزرق من 14 إلى درجتين مئويتين. الأحوال الجوية متوقع خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي. إذن يوم الأحد رياح نشطة في ساعات النهار، أمطار تبدأ في ساعات المساء، 10 في ساعات النهار الصغرى 3 درجات مئوية. يوم الاثنين انخفاض ملموس درجات حرارة العظمى 5 درجات فقط في ساعات النهار الصغرى 0 مئوي، أمطار وأمطار مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية. ليلا أجواء باردة جدا مع تشكل الانجماد والجليد، أجواء مستقرة يوم الثلاثاء من 10 إلى 3 درجات مئوية لكنها تبقى باردة. بعد يوم الثلاثاء هناك منخفض جوي مرتقب على المملكة مصنف من الدرجات المتقدمة، تفاصيل أكثر عنه سنستعرضها خلال النشاط القليل القادمة. هذا المنخفض الجوي متوقع أن يؤثر يوم الأربعاء، سيستمر حتى نهاية الأسبوع ومترافق مع كميات من الأمطار والثلوج لمناطق عدة من المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. جوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات،
شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.